Have you got mama? Have you got mama? Your mama? ايه مالكو؟ في ايه؟ خالد باينه بيشك في مراته، فاكر انها بتخونه. يا مصيبتي، ملناش دعوة، احنا في حالنا. طب ما بتاكلش ليه يا سي خالد؟ بص 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 الخاينة، انت شايفاها؟ ايوه شايفاها يا سي خالد، ده تمثيل مش حقه حقيقي. لا لا، دول قاصدين يذيعوا الفيلم ده علشان اشوف الخيانة بعيني. ده فيلم فيديو، يعني محدش بيذيعه. ومع ذلك يا سيدي عشان تكون مستريح. اها، اديني طفيت لك التلفزيون خالص. يلا يلا عقبال بقى اكمل اكلك. قفلت التلفزيون ليه؟ الفيلم ده معمول مخصوص عن قصة حياتي. كلام ايه ده بس؟ بقول لك بجد، الفيلم ده معمول مخصوص عن قصة حياتي، انا المقصود بالفيلم ده. علشان كده لازم اخد بالي. تاخد بالك من ايه؟ من ايه بس؟ من ان الرجالة اللي متجوزين ستات خاينة، ستات خاينة، بيبقوا مش دريانين. هو ايه حكاية الخيانة معاك يا سي خالد؟ وشغل روحك بيها ليه بس؟ شيل من دماغك الافكار دي، ده فيلم، فيلم يعني مش بحق وحقيقي. روق بالك انت بس كده، يلا كل دي يلا عشان خاطري. يلا والله مش تمثيل. ان كثير من الازواج لا يكتشفوا عجزهم عن الانجاب الا بعد سنوات طويلة من خيانة زوجاتهم لهم، وبعد أن يكون أبنائهم قد كبروا وأصبحوا في الجامعة. وهناك قصص كثيرة في هذا الأمر، حيث لا يتم اكتشاف خيانة الزوجات إلا بالصدفة.